بكم واهلا وسهلا بكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه باذن الله هنعمل فيها وصفات لذيذه جدا جدا جدا. اول وصفه هنعملها مع بعض هي لحمه وبتنجان على الطريقه التركيه، من الوصفات اللذيذه قوي. عشان نعملها عايزين كيلو بتنجان مشوي، خرمناه وحطيناه في الفرن وشويناه زي كاننا بنعمل متبل او بابا غنوج. عندنا معلقتين كبار دقيق، ربع كوبايه زبده او سمنه، معلقتين كبار جبنه شيدر او موتزاريلا، 2 معلقه كبيره ليمون، 1 كوب حليب، ملح وفلفل، ورشه من جوز الطيب. اللحمه عندنا كيلو لحمه مفرومه، 1 بصل، 1 فلفل اخضر، 1 طماطم، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، ملح وفلفل، بهارات وبقدونس. انا بس عشان نكسب وقت حطينا هنا شويه سمنه، وحطينا اللحمه المفرومه اللي عندنا مع البصل، عصرناها عادي. دلوقتي هنحط الفلفل الاخضر وهنقلب. عندنا هنا شوية ملح وفلفل وبهارات، ممكن نحطهم في الاخر خالص. يعني هنا حطينا ايه؟ حطينا سمنة وبصل، عصجنا لحمة عادي، سمنة وبصل ولحمة المفرومة عصجناهم، حطينا دلوقتي الفلفل الأخضر. هنحط بقى دلوقتي الطماطم اللي عندنا. ممكن تعملوها بلحمة مفرومة وممكن تعملوها بلحمة خشنة متقطعة، يعني مفرومة خشن، وممكن تعملوها بلحمة متقطعة حتت صغيرة كمان على الايد، يعني ساعتها بقى ممكن نستعمل لحمة ستيك مثلا او فيليه، يطلع طبعا تطلع طرية وتطلع حلوة جدا. نحط بقى دلوقتي شوية ملح، شوية فلفل، شوية بهارات، وعندنا هنا الصلصة. هنحط الصلصة اللي عندنا ونحط عليها شوية مية ونسيبها تتسبك على النار كده شوية. بخلي النار اهدى بقى من كده، بخلي النار هادية واسيبها تتسبك على النار شوية زي ما اتفقنا. كده نبقى احنا خلصنا التوبينج اللي هيتحط فوق الخليط بتاعنا اللذيذ بتاع البتنجان. طيب نسيب بقى ده على النار. انا يمكن احط شوية صلصة، لو عايزين اللون احمر اكتر ممكن نحط شوية صلصة كمان، فبالتالي ممكن نحط شوية صلصة بزودها انا في الفاصل. انا بس عايزة اللون يبقى احمر يعني. طيب دلوقتي عندنا هنا البتنجان بتاعنا، خلينا نشيل دول، خلصناهم، ودول اخر حاجة هنحطها عليهم البقدونس. طيب عندنا هنا البتنجان، البتنجان زي ما اتفقنا مشوي، اخدناه بس بالسكينه كده او بشوكه بنعمل فيه فتحات، وحطيناه في الفرن يتشوى تقريبا، عشان يتشوي عايز له يعني 40 دقيقه مثلا في الفرن على درجه حراره 200 220، بس بيقعد شويه علشان خاطر من جوه يستوي. هناخد دلوقتي البتنجان بتاعنا وهنطلع، خلينا نحطه هو هنا، وهنطلع البذر اللي جوه، هنشيل البذر. في ناس بيعملوه بالبذر على فكرة برضو، مش قصة يعني. هنشيل البذر اللي هنا ونبتدي نهرس البتنجان اللي عندنا. تمام التمام. هناخد بقى دلوقتي، بس خليني اشيل دي كمان، هنا في شوية، ناخد الهراسة اللي عندنا ونبتدي نهرس البتنجان اللي عندنا. لو فضل شوية بذر يعني عادي ما جراش حاجة.
عادي عادي ده كده خلاص. هنا بس نشيل ده. يلا بينا. هجيب بقى الهراسة دلوقتي، اغير بس الجلافز ونجيب الهراسة ونهرس الكلام ده كله قبل ما نحطه على النار. يلا ادي الهراسة بتاعتنا، نهرسه بقى، نشيل البذر ده ومش هرس هرس طحن يعني، لا بس يعني ان هو ما يبقاش بحاله كده زي ما هو. طيب خليني انا دلوقتي اهرسه بس كده ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل اكون جبت شوية صلصة. شوفوا هو اللون احمر، شوفوا احمر اهو، بس يعني بفضل برضو احط شوية صلصة كمان. هحط كده معلقة صلصة هنا ونكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي أنا زودت شوية صلصة زي ما اتفقنا على اللحمة اللذيذة بتاعتنا أهي. خلينا بقى دلوقتي نعمل هنحط تحت إيه؟ هنحط فرشة من البتنجان اللذيذ جدا. طيب هنحط ايه؟ شوفوا عندنا هنا الزبدة. اول حاجة خلينا نحط الزبدة على النار وبعدين نعمل معاكم الخلطة. طيب عندنا هنا زبدة هنحطها هنا وهنحطها هنا وهنحط عليها الدقيق علشان نعمل زي بشاميل، والبشاميل ده بقى هيتخلط مع البتنجان مع الجبنة، هتبقى حاجة جميلة جدا جدا جدا. تمام، نحط بقى دلوقتي الدقيق تقليبتين كده، وعندنا جاهزين باللبن، وعندنا كمان المضرب، كله جاهز. عايزين تحطوا شوية مكعب مرق برضو بتقدروا، وكمان بتقدروا تستعملوا الباكيتات بتاعت البشاميل الجاهز، اي نوع، النوع اللي بتفضلوه. ها كده الدقيق اهو ابتدى تطلع ريحته. خلينا بقى نحط الحليب ونقلب. يلا خلاص كده احنا تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهي هنروح نجيب بقى البتنجان بتاعنا اللي هرسناه ونحطه على البشاميل اللي عملناه كده، وناخد بقى الاجبان والتوابل بتاعتنا كلها وشوية الليمون الملح والفلفل عشان كل ده بقى هيروح على النار، ونسيبه بقى لغاية ما الجبنة تسيح. ملح وفلفل، التوابل اللي انتوا عايزينها. احنا قايلين ايه؟ عايزين رشة جوزة الطيب وبهارات، صح؟ ملح وفلفل رشة جوزة الطيب، بس مفيش بهارات، بس احنا ممكن نحط شوية بهارات صغننين لو عايزين. ادي البتنجان كده اهو يا حبايبي، حطينا رشة جوزة الطيب والملح والفلفل وشوية ليمون، وهنحط الجبنة اللي عندنا، الأجبان اللي هتخلي بقى الطعم لذيذ قوي. ادي جبناية، نوع جبنة، وادي النوع التاني. ادي النوع التاني. الأكلة دي صراحة كتير، مش شوية، بنحبها في البيت كتير، ودايما لما بعمل عزايم لازم تكون الطبق ده من الاطباق اللي انا عاملاها في العزومه. شوفوا اهي. يلا نجيب بقى الطبق بتاعنا.
انا هستعمل الطبق ده. خلاص احنا كده جهزنا، نحط الطبق هنا، نطفي النار وناخد البتنجان اللذيذ بتاعنا اللي ما يعني ملوش وصف كده من كتر ما هو طعمه حلو. خلاص كده تمام التمام. ناخد بقى اللحمة، طبعا اللحمة اللي عندنا كميتها شوية كبيرة فمش هناخدها كلها. طعم تحفة يا جماعة، تحفة. عايزين تحطوا كمان على اللحمة شوية فلفل حراق برضو، بيطلع حلو جدا. نحطوا بقى على الوش شوية بقدونس، بنحط شوية مكسرات زي ما انتوا عايزين. انا مش حاطة للاخر خالص لان انا بحب دايما تبان المكونات بتاعت الطبق، شايفين يعني هو كده حلو قوي. نجيب شوية صنوبر، وشوية بقدونس، وكده يبقى الطبق اللذيذ قوي بتاعنا جهز. جربوه وشوفوا قد ايه هتحبوه لانه بجد مختلف وطعمه لذيذ جدا جدا جدا. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنعمل معاكم تارت التيراميسو. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفتنا التانية للنهاردة، وهي تيراميسو بس هنقدمه في تارت. طبعا هنضطر نستغنى عن بعض المكونات، ولكن في الاخر هيبقى عندنا نكهة التيراميسو اللذيذة جدا جدا. طيب علشان نعمل الوصفة بتاعتنا اللي هي تارت التيراميسو عايزين الاتي: 1¾ كوباية دقيق، ربع كوباية كاكاو، 200 جرام زبدة باردة، ربع كوباية مية باردة، وعايزين معلقتين صغيرين قهوة مذابة في ربع كوباية مية، وعايزين معلقة كبيرة سكر. خليط الجبنة عندنا عبارة عن 200 جرام جبنة كريمي، 1 كوب كريمة، 1 مغلف كريمة بودرة، كاكاو للوش وبس. طيب أول حاجة عايزين نعمل الخلطة بتاعة التارت بتاعتنا، واللي هي عبارة عن دقيق، زبدة، والكاكاو. احنا عايزين ربع كوباية مية. انا كاتبه لكم ايه، استنوا اما اشوف. طيب بصوا، احنا دلوقتي حطينا هنا الزبدة والكاكاو والدقيق، هنعوز بقى مية علشان التارت بتاعنا، العجينة بتاعت التارت بتاعتنا تلم. فإحنا عجينة التارت بتاعنا هنلمها بإيه؟ هنلمها بربع كوباية مية، مع هنحط معاها معلقتين صغيرين القهوة المذابة في الربع كوباية مية دي. يعني هي ربع كوباية مية واحدة، ماشي؟ ربع كوباية مية واحدة هي اللي هندوب فيها القهوة سريعة الذوبان أهي، تمام؟ معايا؟ يعني مش نص كوبايه ربع بربع، لا هي ربع واحد هندوب فيها قهوه سريعه الذوبان، وهي دي اللي هتلم لنا الخليط بتاع التارت بتاعنا اهي. طيب خلينا دلوقتي نشتغل بقى مع ده، يلا بينا.
تمام. شوفوا ازاي فرولت كده وبقت زي الرمله. هو ده اللي احنا عايزينه، انه الزبده تختلط مع الدقيق بس بطريقه يعني بالفرك كده، مش بال يعني مش عايزاها عجينه، انا عايزاها كده زي ما انتم شايفين. بصوا اهي زي الرمله، شايفين زي الرمله اهي. دلوقتي بقى بعد ما وصلنا لكده، مش عايزين نبالغ ابدا في الخفق، بعد ما وصلنا لده هناخد الربع كوبايه ميه عندنا اللي متدوب فيها معلقتين صغيرين قهوه سريعه الذوبان، وهنحطها على الخليط بتاعنا. فاحنا كده اخدنا نكهه القهوه اللي بتبقى موجوده في التيراميسو. احنا بس هنخلط لغايه ما تلم العجينه، اول ما الاقي العجينه لمت مع بعضها كده على طول هروح موقفه المكنه بتاعتنا. بصوا خلاص لمت العجينه عندنا اهو زي ما انتم شايفين اهي. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد العجينه بتاعتنا دي وبنفردها وبنحطها في القالب بالشكل ده. بخرم القالب وبحط له ورق زبده وبتقل عليه باي حاجه عندنا، اي حبوب عندنا، فاصوليا حمراء، عدس، فاصوليا بيضاء قصدي، اي حاجه، اي حاجه، حمص. وبدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا 20 دقيقه بس اضمن انها خلاص مش هتنفخ تاني. بروح مطلعاها من الفرن شايله الورق وشايله الحبوب في برطمان عشان استعملها مره تانيه بس مش هستعمله في الاكل. وبعد كده بدخلها الفرن تاني كمان 10 دقايق علشان تستوي بالكامل. كده احنا خلصنا التارت نفسه. خلينا بقى دلوقتي نعمل الكريمه بتاعتنا واللي هي اسهل منها مفيش. عايزين الجبنه اللي عندنا، الجبنه الكريمي. لو جيتوا للصح احنا علشان نعمل الوصفه دي عايزين جبنه ماسكربوني، ولكن الماسكربوني مش دايما موجوده. صحيح سكر، بتقدروا تحطوا سكر للتارت كمان لو عايزينه، ممكن تعملوه من غير سكر خالص وممكن تحطوا له السكر ده زي ما تحبوا. وعايزين هنا الجبنه، حطينا هنا احنا جبنه كريمي بس زي ما قلت الصح بيتعمل بجبنه ماسكربوني. هنحط الكريمه وهنحط الكريمه البودره وهنخلط الكلام ده مع بعضه. خلوا بالكم دايما لو الكريمه اللي بتستعملوها حيواني، الكريمه الحيواني لازم وانتوا بتخفقوا عينكم عليها لانها ممكن تفصل منكم في لحظه، في لحظه بتلاقوها فصلت. الكريمه النباتي ما بتفصلش، ولكن طبعا احنا علشان نبقى يعني مشتغلين بطريقه حلوه يعني حاطين مكونات فخمه لازم نستعمل كريمه حيواني. تمام. احنا كده الكيكة عندنا او الخليط بتاعنا جاهز، ممكن نحطه كده عادي وممكن نحطه في كيس حلواني زي ما تحبوا ونحط على وشه الكاكاو، بس احنا يعني زي ما انتوا عايزين. احنا هنحطه في كيس حلواني كده بيبقى شكله الطف. ومن غير تب ينزل كده مدور، وبعدين هنرش على الوش السكر الكاكاو اسفه، وكده تبقى الوصفه عندنا جهزت. فاحنا طبعا استغنينا مثلا في الوصفه دي عن البسكوت السافويار، ما حطيناهوش، استعملنا بداله التارت. النهارده هنعمل كرافت لذيذ كده، هادي بسيط سهل، هي يعني فكرة كده بس، فكرة بسيطة وسهلة قوي.
هتطلع يعني هتحبوها ان شاء الله، ما فيهاش اي صعوبه واي حد اي حد بيقدر يعملها. هنجيب بقى دلوقتي المقص، حرص حطهم بقى كده انا على الوش كده اهو. شوفوا طريقة سهلة خالص. بس كده شايفين؟ وبعدين هحط عليه على الوش كاكاو. خلينا بقى دلوقتي احنا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هنعمل حاجة بس هي فكرة بسيطة سهلة لذيذة وما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت بتعمل لنا كده حركة وجو لذيذ. علشان نعمل الكرافت البسيط بتاعنا النهاردة، عايزين أي فازة كده عندكم، أو أي دول بيتباعوا في كل حتة عند بتوع الورد وفي المحلات في كل حتة بيتباعوا، وعايزين كوباية. تمام، هنحط الكوباية دي كده هنا، خليكي اركزي. طيب هنعمل ايه؟ عايزين يا برتقان يا ليمون، حسب ايه بقى. احنا مثلا عاملين حفلة، عندنا عزومة، عندنا اي مناسبة، عاملين ثيم كده يكون لذيذ، مثلا باللون الأورنج او باللون الاخضر او باللون الاصفر او ثيم ليمون او ثيم يعني ايا كان. تمام، هناخد دلوقتي مثلا لو قلنا ان احنا هنعمله بالليمون، هناخد الليمون اللي عندنا وهنبتدي نقطعه بهذا الشكل. عايزين بقى ايه يعني شويه كده حلوين. ممكن تعملوا خلطه، ممكن تعملوا حاجات بالفواكه اللي هو الدراجون فروت والستار فروت والحاجات دي، بيبقى برضو شكلها حلو جدا. خلينا نقطع كده بس شرايح الليمون. خلاص احنا هنستعمل الكوبايه المزاويه اللي عندنا دي، وامرنا لله ما فيهاش حاجه، هتشتغل برضو يعني هتقول لا. هناخدها ونحطها كده في النص هنا. خليني اجيب واحده تانية لان دي مش ظابطه. في هنا اهي واحده دي كويسه. هو احنا اهم حاجه تكون بس ايه الكوبايه يعني قريبه من الحواف بتاعه الطبق اللي احنا حاطينه. هنحط دي بقى كده هنا ونبتدي نحط الليمون اللي عندنا، سواء بقى كان ليمون كان برتقال زي ما انتوا عايزين كده. دي بقى طبعا لانها واسعه شويه من فوق فهنحط دي كده ونحاول ايه نزنقها بحاجه كده ورا. تمام كده، خلاص احنا كده غلفناها كلها بالليمون كده زي ما انتوا شايفين اهي. كده هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ها هناخد دلوقتي مية ونحطها يعني عند الليمون علشان خاطر ما يتبلش طبعا. وهنحط ميه جوه الكوبايه نفسها. هنجيب بقى الورد اللي عندنا،
طبعا بتقدروا تجيبوا اي نوع ورد يعجبكم، بس هو برضو حسب الفيم اللي انتوا عاملينه. نقطع كده، كده تبقى جهزت عندنا حاجة كده ديكورية سريعة لذيذة زي ما انتوا شايفين، ما خدتش وقت خالص، وفي نفس الوقت شكلها طلع لذيذ جدا زي ما انتوا شايفين. كده نبقى خلصنا معاكم حلقتنا للنهاردة، عملنا لكم فيها وصفات بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا لكم اللحمة المفرومة مع البتنجان المشوي، وصفة خطيرة أقل حاجة تتقال عليها، لذيذة كده وطعمها مختلف وجديد وفي نفس الوقت لذيذ، يعني مش ممكن حد ياكلها وما يحبهاش. بتنجان وجبنة وبشاميل، حاجة لطيفة جدا. عملنا كمان معاكو التارت بتاع التيراميسو زي ما انتم شايفين كده، برضو لذيذ وشكله حلو وتغيير برضو عن التيراميسو العادي، والقهوة حطيناها في العجينة بتاعت التارت. عملنا معاكم كده كرافت سريع لذيذ بينفع لو عندكم عزومة وعاملين ثيم معين، تقدروا تستفيدوا من الفكرة البسيطة اللي عملناها النهاردة. الوصفات بتاعتنا كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة. عندنا إعادتين، إعادة الساعة 8 بالليل وإعادة الساعة 1 بالليل. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.